في بعض الحكام يمكن يحبون يعني زي ما تقول الشو، يحب انه تكون الكاميرا على. انا زي ما قلت لك انا هذا اللقطات طبعا مصاحبه لل يعني الحوار كان شاد شوي بين والله انا ما اشوف في شيء الحقيقه. الحقيقه وليد انا موافق ابو تركي وقلنا تحت الهواء اذا اثاره من بدايه النظر. انا الحقيقه ودي احد يوضح لنا ما معنى القزع. الحقيقه انا اعرف انه يكون فيه متدرج الراس، يعني كان فيه متدرج القزع بأن يكون جزء اكثر جزء من جزء اكثر من مميز جزء. يعني. انا ما ودي افتي في ترى طيب. ترى مثل هذه الامور تاثر على الفريق. يعني الشباب الان واجه نجران، مع احترامي لامكانيات نجران ما تقارب امكانيات الشباب. تخيل لو الشباب ومواجه فريق مثل الانديه المنافسه، هلال، اهلي، اتحاد، نصر، اتفاق، اتحاد، هذه حتاثر صدقني. والدليل شوف وليد عبد الله، وليد عبد الله حارس منتخب الاسد تاثر وجلس على الاحتياط، ملعب اساسي، حتى كان ردة فعل حتى هو جالس يعني كل شوي كان يمكن لو كانت بعد المباراه في يعني فريق منافس واثر على يعني مدرب الفريق وعلى اللاعبين. ففي اشياء لوها صغيره طيب. تاثر احيانا. عشان نطلع من الموضوع، من المسؤول يا ابو فهد؟ انت اداري وعملت في اداره الفريق. شوف انا تفسير المسؤول الاول من شوف تفسير الامور يعني الاداري او المسؤول عن الفريق اللي هو مدير الفريق او الاداري المسؤول هو المعني في تحضير اللاعبين او تنبيههم لهذه الملاحظات، لانه هو اللي يستقبل الملاحظات سواء من يعني الاداريه او من الاتحاد السعودي. جان الحكم وقال وليد شعره يحتاج الى تقصير. صحيح. ابلغ من اكيد انه ما ابلغ اللاعب ما يبلغ الاداري طبعا. الإداري لا هو يجي يشيك على كل اللاعبين. صحيح. يستدعي اللاعب يعني يدخل غرفه الملابس ويشيك على كل الامور الخاصه بالمباراه. هذا الشكل قدامي. طيب لما انا اتكلم عن نفسي قاموا بالقص يعني بالشعر اللاعب. انا ما يعني وعلى ذلك ما دخل. ليش؟ انا ما شفت شيء ملفت للنظر. طيب ليش ما دخل؟ ليش ما لعب؟ يعني قاموا بالهذا هذا يقول لا هو يبدو ان المدرب غير اللاعب يعني. المدرب والدليل انه يعني جالس احتياط. طيب الان لو يصاب لا سمح الله حسين شيعان بيلعب وليد، يعني يبدو انه خلاص يعني ردت فعل. طيب المدرب انا اعتقد المدرب يعني ردت فعل، مع اني ما كنت اتمنى المدرب يشارك في هذه الامور عشان تركز على الامور الفنيه لا تدخل. والدليل ان المدرب تاثر وغير على طول اللاعب.